حياكم الله كثرة التبول تعتبر من الاعراض الشائعه لدى الكثيرين وهي تختلف من شخص لاخر هي غالبا ما تكون مصاحبه للعديد من المشاكل كما انها تسبب الالم او عدم الراحه لمن يعانون منها فما هي الاسباب وراء هذه المشكله وكيف يمكن علاجها؟ للمزيد عن الموضوع ينضم الينا في الاستديو الدكتور خالد قطب اخصائي جراحه الكلى والمسالك البوليه والعقم عند الرجال صباح الخير دكتور صباح الورد صباح الخير دكتور كثره التبول يمكن كثير من الناس يربطوه بمرض السكري كثير لكن هل له اسباب اخرى غير مرض السكري طبيعي في البدايه ممكن نوه على انه كثره التبول ممكن تكون هاي عرض طبيعي غير مرتبطه باي مرض خصوصي إذا كان الإنسان من محبين شرب السوائل خصوصا الماء أو السوائل اللي هي موجود فيها الكافيين مثل الشاي مثل القهوة طبعا هاي بتزيد كميات إفراز البول و وبتؤدي الى الذهاب الى التواليت اكثر من العاده اكثر اكثر من الوضع الطبيعي اكثر من الطبيعي طبعا في امراض عده يعني بتسبب هذا العرض اللي هو كثرة التبول أو الذهاب إلى التواليت بفترة فترة النهار وأيضا في الفترة الليلية فترة النوم من ضمنها طبعا السكري يعني لأنه مريض سكر الجسم عنده بحاول يتخلص من السكر الزائد فبتلاقيه بفرز اللي هو البول اكثر من الانسان الطبيعي فبتلاقي كثره الذهاب الى التواليت والتبول بكميات اكثر، هلا في اشياء اخرى او امراض اخرى بتسبب التبول الكثير غير السكر يعني مثلا امراض اللي هو الجهاز البولي او الالتهابات البوليه او يعني السلس خلينا نحكي انه آه شيتاني الثلاثي انه هو آه طيب اللي حتى, حتى بالنسبه لهؤلاء الاشخاص هناك من لا يشعر بانه المثانه قد امتلأت ويريد الذهاب الى الحمام فجاه الموضوع يصير هل هناك خلل هي هذه الايرجنسي الايرجنسي انه يروح على التواليت طبعا في في شيء بنسميه اللي هو المثانه العصبيه المثانه العصبيه او فرط النشاط المثاني طبعا كيف بتصير هذه لما امتلاء المثانه بكميات قليله من البول الانسان فجاه او بصوره غير يعني منتظمه كالانسان العادي يعني الدماغ بعطي الاوردر انه في لازم يروح الى, الى اخره فبتلاقي عنده الارجنسي انه سريعا لازم يروح على التواليت هي المثانه العصبيه هي اللي بتتحكم في المثانه اعصاب او عضلات اذا كانت الاعصاب هذه في مفرطه في الـ في الـ في النشاط م. فبتلاقيها مجرد اي اي كميه حتى لو كانت قليله في في المثانه بتلاقيه سريعا راح وبده يبول م. طبعا اذا كان في التهابات بوليه وخصوصا عند النساء اللي هي النساء اكثر عرضه في الالتهابات البوليه م. فبتلاقيها فعلا طبعا صار ارادت انها تروح على التواليت كميه البول قليله هذا ممكن هذا ممكن يخليها تفكر بانه فعلا مش مجرد انه كميه غريب البول الوضع. انا اسف كميه البول قليله بانه هل هي هناك سبب بانه لا تخرج من المثانه كميه معتاده ام انه هلا اذا كان في التهابات بوليه وبالذات التهابات المثانه <applause> فالمثاني هو عضو كثير حساس فاذا كان في التهاب زي زي الجرح على الايد تخيل في جرح في في الايد وحطيت عليه ملح او حطيت عليه اي شيء ماده بها فبتلاقي على طول اول ما يصير في اي 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 كميه بسيطه من من البول على طول راحت تتبول فبتلاقي كميه بسيطه هذا لازم يعطيها انذار انه يجب الذهاب الى الطبيب واجراء الفحوصات الطبيه اللابراتورية. هذا الاحساس يا دكتور اللي ذكرته اللي هو انه الشخص يحس انه يحابب او يبغى يروح على دوره المياه بس م. فعليا لما يروح ما م. في آه. هذه بسبب الالتهابات او من اكثر اكثر اسباب 90% هي التهابات طبعا عند النساء بتختلف من عند الرجال الرجال ممكن يكون اللي هو في مشاكل في البروستات اذا كان التهابات بروستات مش مثاني مختلف او كيف اذا كان التضخم الرجال اقل عرضه من التهاب المثاني من المراه بسبب اللي هو المراه بسبب قصر اللي هو المجرى التبول بسبب اللي هو الحمل والولاده بسبب التغيرات الهرمونيه عند المراه الشهريه فهذا اكثر يجعلها اكثر عرضه للالتهابات المثاني اما الرجل طبعا في امراض ثانيه وثانية. أنا يعني غير عن المرأة لوجود البروستات اللي هو العضو الكتير مهم للرجل تضخم البروستات عند, عند الرجال الكبار بيجعل اللي هو عدم القدرة على إفراغ المثاني عند التبول فبتلاقي البول اللي, اللي بكون ضايل بوست يورين اللي هو البول اللي بضل في المثاني ما ممكن طبعا هذا ممكن يجعل اللي هو الالتهابات موجوده في المثاني والى اخره نتمنى الصحه والسلامه للجميع دكتور خالد ألف صحة. و يعني دائما نقول انتبهوا دكتور خالد يقول لكم استشير الطبيب اكيد 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 شكرا. في اللي مش شكرا. مش دائما شكرا دكتور خالد بضب اختصاصي جراحه الكلى والمسالك البوليه والعقم عند الرجال شكرا جزيلا شكرا كثير